السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي. بناء على رغبتكم بنقدم لكم كتاب اللغة الفرنسية اللغة الثانية الترم الأول 2021. ده كتاب الوزارة كاملا 124 صفحة. بصيغة البي دي اف ممكن تشتغل منه على التابلت او الكمبيوتر او على التليفون. ممكن كمان تطبع الكتاب لو عندك طابعة في البيت، تضغط على ايقونة الطباعة من هنا بيتم طباعة الكتاب. لو عايز تحمل الكتاب سهل التحميل تضغط على الايقونة الخاصة بتنزيل الكتاب يتم تحميل الكتاب. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق لكل أبنائي وبنات الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.